كل الهلا متابعي ومشاهدي قناة الولاء الفضائية أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة وممتعة من برنامج مناهل الكفيل. راح ناخذكم شركة نور الكفيل ونطلع أكثر عن تفاصيلها وأقسامها، وحياكم الله. تعتبر شركة نور الكفيل للمنتجات الحيوانية والغذائية التابعة للعتبة العباسية المقدسة، رغم عمرها القصير، من الشركات الرائدة في الإنتاج الحيواني والغذائي، والتي رفضت الأسواق العراقية بمختلف أنواع المنتجات الحيوانية والزراعية ومنتجات الألبان، والتي تفتقر لها الأسواق العراقية، وتعتبر حكرا لبعض الشركات الأجنبية المهيمنة على السوق العراقي، مما يتيح لها التلاعب بالأسعار، مما يثقل كاهل المواطن البسيط. كما قامت شركة نور الكفيل باستثمار الطاقات الشبابية الوطنية وترجمة أفكارها إلى مشاريع تخدم المواطن العراقي، وتسعى للنهوض بالواقع الصناعي والإنتاج الوطني العراقي. اهلا بكم من جديد احبتي المشاهدين. طبعا البدايه دائما نريد نستطلع اكثر ونعرف تفاصيل شركه نور الكفيل، بها كثير من التفاصيل قدامنا مثل ما تشاهدون، كثير المنتجات احنا ما نعرف مصدرها، بس عاده اي شركه تنتج لازم اكو جهه تسويقيه. ابو فرقان راح يسولف لنا الحاج اكثر ويطلعنا اكثر عن هذه المنتجات، حياكم الله ابو فرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. شركه نور الكفيل احدى شركات العتبه العباسيه المقدسه. هاي الشركة امتازت من أول مرحلة، من بداية تأسيسها سنة 2009 بإيجاد كافة المنتوجات الحيوانية والغذائية اللي تخص المواطن من مصادرها الأصلية. من مصادرها الأصلية أقصد بأنه تتوفر بيها الجودة والحلية وكل الأمور الغذائية وفق المواصفات العالمية ووفق المواصفات السيطرة النوعية اللي شلون نقول ضمن القياسات العالمية. فهاي المنتوجات اللي قاعد تشوفوها أمامكم كلها هسه قاعد تجي باسم الكفيل من شركات رصينة عراقية وكذلك خارجية من الدول العربية وبعض الدول الأجنبية، وكل هذه المنتوجات يكون بها إشراف من قبل شركتنا ومن قبل مركز الكفيل الإسلامي للمواد اللي تحتاج إلى إشراف مباشر عليه. يعني عذرا المقاطعة حجي، يعني إذا أنا صاحب شركة بكفيل وأريد أي منتج أصدره بغض النظر عن المواد الغذائية، أي منتج هو لازم أكو جهة تسويقية، أنتم يعني متكفلين بهذا الموضوع؟ إحنا نتكفل يعني بتسويق المواد ذات يعني مكان ورصانة، بحيث من يكون اسم الكفيل عليها يحمل هذا الاسم الكريم، بحيث يكون هذا المنتج ذات درجة وجودة عالية جدا. نعم. فلهذا نقوم بتسويقه، وخاصة الشركات العراقية. نعم. لأنه هسه إحنا قاعد نتعامل ويا شركة التمور، ويا بعض الشركات اللي تنتج الدبس والراشي وواقي واي آيتمات، يعني قاعد نتوجه عليها. قبل ما ندخل نروح نشوف ونستطلع المخازن والأخوة راح يسولفونا أكثر، يعني من المستهلك لهذه المواد الآن؟ هل أصحاب المحلات اللي هي صغيرة مثلا يأخذ بالجملة، أم شركات، أم مستورد خاص؟ تمتاز شركتنا بوجود مراكز بيع مباشر أولاً، أي تابعة إلها كافة محافظات الوسطى والجنوبية، من بغداد وصلاح الدين. بيع مباشر جملة ومفرد؟ بيع مباشر للمفرد، احنا ركزنا. نعم. وصولنا للمستهلك مباشرة، بحيث من خلي عدة حلقات أمامه ويوصل للمنتوج بأسعار ممكن أن تكون مرتفعة عالية. نعم. فوجدنا مراكز بيع مباشرة بكل المحافظات تقريبا، ما عدا نقول الشمالية والإقليم، وكل المحافظات الجنوبية من حلة إلى نجف إلى ناصرية، الديوانية، الكوت، العمارة، البصرة. تقريبا يعني لحد الآن عندنا منشأ مراكز منشئة 169 مركز. نعم. وتحت الإنشاء يقارب 21 مركز، بالإضافة إلى بعض الوكلاء اللي قدماء الموجودين للجملة. شنو التميز الموجود بتسويقكم للمواد؟ يختلف عن بقية الشركات الآن تسوق، يعني أكو ناس محليين وبدوا يسوقون بس بأشياء بدائية،
شنو التميز بشركة نور الكفيل؟ احنا نتميز في شيء يعني في شيء كلش يعني مهم للمستهلك. نظل احنا نتابع المنتوج من خروجه من الشركة الى وصوله الى المستهلك من حيث السعر والجودة والمحافظة عليها. يعني المخازن اللي يكون يعني الدرجة اولى من حيث الخزن، يعني مواد تحتاج الى تجميد نتابع مخازن العميل مالتنا او المركز مالتنا بانه مخازنه درجه اولى بحيث المنتوج ما يفقد اي صفه من صفات الغذائيه. زين حجي تعبتك في الاسئله، اذا كان مثلا احد الناس اللي يبيعون للمستهلك يعني راد هذا المنتوج ذو يعني قيمه عاليه يريد يعلي السعر مالته، اكو محاسبه؟ طبعا اكو متابعه مباشره، عندنا لجان بكل منطقه يطلعون ويتابعون اسعار المراكز. وإذا صعد المفروض أنتم تقولوا لا. أها نحرمه من التجهيز لفترة معينة إلى أن يرجع نقول للطريق الصحيح. أنا كل المواد الموجودة شفتها حلوة، من الرز من العصائر كل شيء موجود بالسوق، والكفيل يعني معروف بمنتج، بس أنا شفت بيضة نعام أكيد أكل لحوم نعام. فللمشاهد لحوم إحنا ما ندري بالسوق أكل لحوم للنعام، عندكم هنا بكربلاء؟ أي نعم موجودة اللحوم، لحوم مجمدة احنا نستوردها من جمهورية ايران الاسلامية، بس ان شاء الله همات وخلال يعني جهودنا بدت هناك مزارع محافظة الحلة. زين تقطيع، احنا خلينا نسولف عن النعامة شوية. أي. يعني للمشاهد الكريم هذه النعامة اللي كبرها يعني هسه دجاجة يسوون افخاذ اجنحة يعني الى اخره تفاصيل، هذه النعامة شلون تقطيعها؟ لو يعني تقريبا تقطيع مثل اللحم الغنم يكون. اي لانه هي همات من اللحوم الحمراء اللي تمتاز بكل صفات اللحوم البيضاء. يعني هي من هي حمراء وتمتاز بصفات كل صفات اللحوم البيضاء. يعني اللي قايلين مثلا مثلي يعني ما اكل لحوم حمراء يعني عادي ذاكرت نعم. اي عادي كلش عادي بيها. جيد زين شو تحسين اكو اقبال على هذه اللحوم؟ اي نعم اكو اقبال عليها، خاصه اللي يكون على اطلاع بفوائد هذا اللحم. نعم. كلش يكون اقبال شديد عليها. عندك فتشي مختصر عن فوائد هذه اللحوم؟ لأنه إحنا حقيقة كثير من الناس يقول لك أنا ما مجرب لحوم النعام. قلت لك هي اللحوم النعام كل مميزات اللحم الأبيض بيها بالشكل الأحمر، كل مميزاتها. ممكن أكو جهات يعني أكثر فنية لولا يعني الأطباء البيطريين أو تدخل على مواقع إلكترونية يبين لك كل الفوائد الموجودة بيها. حلو زين هسه إحنا ذا نزور المخازن هذه الموجودة بيها اللحوم هذه كلها؟ نعم كل اللحوم والمنتج. خلي نروح، يعني أتمنى أنه نزور هذه المخازن، بس قبل ما نروح شنو توصياتك لكل الأخوة خاصة المصدرين؟ لأن اليوم المواطن بحاجة إلى بضاعة، أول شيء ثقة، ممكن يكتب أكسباير ممكن يكتب نهاية الصلاحية، بس يكتب بما بداله حقيقة. فالمشاهد الكريم يريد صلاحية إنتاج ذو جودة عالية، شو تنصح حدينا؟ أنا أنصح المستهلك يعني عملية الشراء. نعم. يأخذ من مصادر موثوقة وعلامات رصينة. يعني إحنا ما نقدر نطعن بكل العلامات اللي غير الكفيل. نعم. بس الكفيل يعني إحنا نتابع منتوجاتنا من مرحلة من بداية المرحلة، يعني مثلا الدجاج نتابع من الفروج الصغيرة إلى أن تكبر وأعلاف اللي يطوها والذبح اللي يكون تحت إشرافنا وعملية حتى عملية الذبح نتدخل بها إلى أن تجمد وتوصل للمستهلك، كل هاي نتابعها. يعني احنا ان وجدنا ان نلقى حاجة رصينة وجيدة للمستهلك، يعني من بعد السقوط. يعني طريقة الذبح تختلف، هل اكو لجنة تروح مركز الكفيل الإسلامي مو لجنة؟ يعني احنا المعروف يقول ذبح على الطريقة الإسلامية والمنتج متابع من قبل لجان حتى لو كان خارج العراق. اللجان من قسم التوجيه الديني بالعتبة العباسية المقدسة. يا ريت برنامج مناهل الكفيل يصبح في يوم من الأيام انه يزور هذه اللجان، لانه هذه اللجان مصدر الثقة للشعب العراقي. فلازم احنا ان شاء الله بالأيام القادمة اذا صارت فرصة لربما احنا نلحقهم ونشوف شلون طريقة تسويقهم ذبحهم للمنتج. واني شوقتني حقيقه حجي اروح ازور المخازن اذا تسمح لي. ممنونين تفضل حياكم الله. يلا احبه المشاهدين حياكم زور المخازن.
حياكم الله أحبة المشاهدين، وعدنا أبو فرقان بأنه نزور كل المخازن. يمكن أن تلاحظون حتى البخاري يخرج من عندنا لأنه الأجواء كلش باردة. هاي ثلاجات، أتمنى إن شاء الله تقعدون هنا وتتبردون بإذن الله تعالى. هذا قسم اللحوم، طبعا المنتجات بها دجاج وتفاصيل أكثر، أفخاذ ما أعرف. أستاذ نجاح راح يطلعنا أكثر عن هذا المخزن. حياكم الله سهل. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أنتوا اليوم إن شاء الله في ضيافتنا وضيافة العتبة العباسية المقدسة. حياكم. إحنا في أحد مخازن شركة نور الكفيل، المخازن المتخصصة بالمقطعات، مقطعات الدجاج اللي هي تشمل الصدر وتشمل الفخذ وتشمل الأجنحة وكذلك باقي المنتوجات الحيوانية. دجاجة كاملة أستاذ. الدجاج الكامل هذا إن شاء الله راح نزوره، إنه مخازن إلى مخازن خاصة. إحنا اليوم هنا هذا المخزن اللي يشوفوه على سعته هو فقط للمقطعات. نعم. مقطعات الدجاجة اللي هي كما قلت الصدر، صدر الدجاج، صدر الدجاج بالكيس، صدر الدجاج بالجلي، صدر الدجاج ماعون، وأيضا الأجنحة والأفخاذ، الفخذ الماعون والفخذ الفل. أستاذ نجاح، وين التصدير معكم؟ يعني الآن تسويق المحافظات كثيرة. نعم. يعني من الشمال إلى الجنوب، ورغم إحنا هذه برودة الجو دا حس أنا حتى كثلج ورجلي. نعم. فأكيد هذه المخازن ذو شروط عالمية يعني. نعم. هذا المخزن بهذه الكثافة وبهذا الكبر أكيد يعني ما مشتغلين إلا بمواصفات كلش عالية حقيقة. إنه هذا المخزن وباقي. نعم. المخازن هو المرحلة الثالثة من بدء شركة نور الكفيل. نعم. المرحلة الأولى كانت الآن هي فقط للدجاج، وهذه المرحلة الثالثة. هذه المخازن نفذت من شركة لها باع طويل في تأسيس مخازن المنتوجات الحيوانية. بداية كان إنه الشرط الأساسي معهم أن تكون المواصفات مواصفات عالمية ذات دقة عالية. بداية إنه من أجهزة التكييف اللي نشوفها حاليا إنه هنا وهناك، هذه أجهزة فرنسية. كذلك إنه المغلفات، مغلفات مو بس تكييف، هذا تجميد. تجميد. نعم هو تجميد. هذا نعم. تجميد الأرضية اللي إحنا عليها هذه تشمل أربع طبقات. الطبقة الأولى اللي هي الحدل والسبيس والإسمنت، ثم الفوم، ومن بعد الفوم يجينا انه الايبوكسي. الايبوكسي بطبقتين، يعني هذا هسه اللي نشوفه الابيض هذا هو ايبوكسي ضمن مواصفات عالميه. اشتغلت شركه كما قلت شركه الودق، هي شركه لها باع طويل في هذا المجال، وايضا انه الكادر الهندسي مالته كادر متخصص إلى الكثير من المشاريع داخل العراق وخارج العراق. استاذ نجاح شوقتني اشوف بقيه المخازن لانه البروده وصلت الشباب جمده، لان احنا حبه المشاهدين فعلا احنا مجمده وليس تبريد عادي يعني. لا مجمده يعني استاذ انه اللطيفه انه احنا الان في سيبيريا، يعني سيبيريا اقل من 18 تحت الصفر. هسه احنا 18 تحت الصفر. 18 تحت الصفر. ولو ندري كان لبسنا يعني فد شيء يعني. وهذا انه ايضا انه من الشروط السلامه ومن شروط العمل الصحيح أن تكون دائماً أنه درجة البرودة هي 18 تحت الصفر، لأنه كل المؤسسات الصحية والمؤسسات المشرفة الرقابة الصحية تطالب أن تكون الدرجة 18 تحت الصفر. أها. هسه حتى هذا الانتقال من هاي البروده الشديده الى هذا الحر يمكن راح يسبب لنا بالفلاونزا انا وياك، بس ما مشكله المشاهدين طلع اكثر. لا ان شاء الله هي ماكو فلاونزا، لانه احنا بوحده من مؤسسات العتبه العباسيه اللي هي ان شاء الله بركه ابو الفضل العباس، لا انت ولا انا ولا ايا كان يصاب باي اذى. هذا ايضا لحوم المخزن. نعم هذا لانه اذا ينفتح جوز نجمد في بدايه المخزن. لا المخزن مفتوح مو مشكله حتى الان يتدرج. أنا شفت بعض المشروبات اللي هي مثلاً هذه الغازية، العصائر عندكم. هذا خط إنتاجي جديد عندنا، إنه هو خط العصائر، أيضاً إنه ضمن مواصفات قياسية ومواصفات صحية. يعني دائماً إنه إحنا كل منتوجاتنا بإشراف الرقابة الصحية وبتماس دائم مع الرقابة من حيث الجودة ومن حيث التركيبة. فكل هاي المنتجات هي خطوط إنتاجية تابعة لشركة نور الكفيل. المخازن الألبان يعني بداية إنه عندنا الشنينة اللي هي طبعاً المشاهد يعرف الشنينة يعني هي بعد إيه نعم. الشنينة هذا خط من خطوط الإنتاج هذا العراقي. هذا أيضاً
هاي الروبه، الروبه الزبادي يعني هذا كفيل، يعني كفيل حتى تشوف كله كفيل، يعني احنا هسه المباع كله كفيل، هذا خط انتاجي كفيل عراقي في كربلاء معملي كفيل، هذا عندنا كل الاحجام. استاذ نجاح، هذا يسوق فقط لمحافظه كربلاء؟ لا، المحافظات القريبه عموم العراق ما عدا الشماليه. زين، انا من اروح الى بغداد وانا من اهل بغداد، حقيقه قليله دا اشوف يعني هاي الامور مال كفيل الا ما ندر، يعني شلون يسوون اعلانات هناك حتى يكون اقبال عليها؟ يعني يمكن احنا مشاركاتنا بمعرض بغداد الدولي هي اكثر المشاركات فعاليه، انه احنا كل دوره عندنا مشاركات ومشاركات واسعه بمعرض بغداد الدولي، إضافة إلى أنه انتشار مراكزنا المنتشرة في عموم مناطق بغداد، كرخ ورصافة كلها موجودة. شوف هذاك عندنا سطل أيضاً للكفيل. نعم. وهذا بس هذا الدبة، هذه يعني دبة، هذا متين منها شفناها ساعة. هاي دبة. بس أنا عندي أبحث عن هذا الحقيقة المنتج اللي هو هذه، أنا وياك الولدي يتابعونا بالكاميرا. هو إحنا قلت انه في بدايه حديثي انه عندنا كل الاحجام، يعني من القدح العائلي، ايضا انه الى هاي ام الكيلو وين ونص، عندنا ام الكيلو، ويعني كل الاحجام هي موجوده. نعم. يعني هاي لو تشوفها انه كل الاحجام موجوده. نعم نعم، هذه تسويق هسه الان انا دا لاحظ هذا هسه تسويق يبدا من ساعات الصباح الاولى. تفضل ناسا. نعم، الساعه 8 الصبح انه نبدي بداية انه نشيك مخازننا، نقيس درجة البرودة بالنسبة للبرادات المبردة، وايضا انه نقيس درجة التجميد في مخازن التجميد، اذا كانت اقل من 18 يعني اكو مشكلة، وان شاء الله احنا ما عندنا اي مشكلة، لانه يوميا نتابع كل براداتنا حسب درجة البرودة مالتها والتجميد. زين، اجى واحد مستهلك يريد يشتري بعد نهاية الدوام مثلا، اكو عندكم شفتات؟ لا، هذا التسويق باب رزق مثل ما يقول الناس، تريد تاخذ. نعم، التسويق من الساعة 8، المبيعات من الساعة 8 إلى الساعة 3 ظهرا، شعبة المبيعات موجودة للقطع، ما بعد الساعة 3 عندنا مراكز بيع مباشر أسعارها نفس أسعار الشركة، اللي هو مركز رقم 1 مركز حي الحسين، ومركز رقم 2 مركز حي الحر. قبل ما أريح الولد وننتقل إلى غير مخزن، أريد السعر، هل هو موجود نفسه هذا اللي الاحظه هسه، هذا زبادي لبن طازج؟ نعم. هل موجود هو نفسه ايضاح المنتج اللي موجود في بغداد وفي مخازنها؟ يعني سعر. كسعر انه للشركه، شركه الكفيل لو مطابق؟ لا، احنا نشوف استاذي العزيز انه وحده من التحدي، علامات التحدي مع الشركات، انه اسعارنا اسعار تنافسيه، اسعار اقل من اسعار السوق، ولكن هذا لا يحسب على الجوده ونوعيه المنتوج. أكيد. لانه احنا الاجتماع الاول مع سماحه السيد احمد الصافي اكد على ان تكون الجوده اولا ومن ثم السعر التنافسي. الهدف من الانشاء بالاجتماع الاول بال 2008 تاسيس الشركه اكد على ان يصل المنتوج، اي منتوج من منتوجاتنا الحيوانيه والالبان، الى العائله الفقيره. هذا كان الهدف الأول لسماحة السيد، وانطلقنا من هذا المبدأ أنه تكون أسعارنا دائما هي أسعار أقل من الأسعار البسوق. شوقتنا أشوف بعد إذا عندكم بعد لحوم وكذا أو منتج آخر، بس ناخذ استراحة للولد وبعد في عودة أخرى. حياكم. هذا مخزن اخر طبعا، والمخازن يحتوي على كيت، يحتوي على اجبان. هذا ايضا انه هو مبرد مو مجمد، لانه كل البضاعه الموجوده به هي بضاعه تحتاج الى التبريد فقط، ما تحتاج الى يعني التجميل. مو مثل اللحوم اللي جمدنا بها. خلينا نوقف هنا طبعا للاخوه المتابعين والمشاهدين، مثل ما تلاحظون هذا مخزن اخر استاذ نجاح، يمكن انا شفت عصائر بها كاكاو، بها امور. نعم. حتى بها اشياء للأطفال، عصائر. نعم. تشرح لنا يعني حصة الطفل، إنه عندنا
حصة وافرة كثيرة. نعم. أنه وفرنا أنه حليب الأطفال بالنسبة أنه المحلى حليب الأطفال أنه بكل النكهات، لانه هذولا انه البرع مو دائما انه صحيح. احنا نحرص على ان يكون انه يكون الطفل هو صحيح. النواة يعني هو الصحيح، فتغذيته مهمه كلش. فاغلب الاجتماعات للاداره تركز على ان يكون للطفل حصه كبيره، وايضا انه لطالب المدرسه من مرحله الروضه والابتدائيه الى صعودا الى المتوسطه والاعداديه، هاي كلها موجوده، بحيث انه الام اليوم اصبحت ما تحتاج حتى انه للفطيره. يمكن انه ما راويتكم هسه راح راويكم انه فطائر عندنا انه جاهزه حاضره، الام بس تخليها بحقيبه المدرسه وتقول له جاهزه، هو يروح جاهز. ياكل هناك ووجبه غذائيه كامله كامل. زين، تقدر تشرح لنا ايضا عندنا الدجاج ما وفينا يعني حقيقه مقطع، بس دجاجه كامله ايضا. الدجاج الكامل هسه ان شاء الله. انا يعني البراد اللي دخلت بي كلش مؤذي، وحقيقه يمكن احنا نجمد ما نكمل. لا مو بعد عندنا مرحله يعني اذا من هسه لا انه بعد عندنا مرحله بعد اكون جماد عندنا. اي نعم نعم. مرحله اللي هي الدجاجه الكامله، عندنا الاسماك خازن موجود هسه راح نروح نشوفها ان شاء الله. ايضا انه موضوع المصنعات، وهذا موضوع مهم، انه مصنعات عراقيه كربلائيه اصبحت اليوم السله الغذائيه، سلة الكفيل سلة متكاملة ما ناقصها أي شيء. يعني ربة البيت أنه من تنزل أي سوق أي مركز من مراكزنا راح يكون عدها تسوق كامل لمطبخها. وأيضا أستاذ نجاح، للأمانة أنا هسه كمستهلك مواطن، وليس أنا أشتغل ببرنامج مناهل الكفيل وأريد أمدح من أجل هذا الاسم والمنتج. الآن أكو هواي عندنا أسماء وكثير من الأمور، العصائر تدخل حتى بالألبان، يعني شركات كثيره. صحيح. بس هل المنتج حقيقي؟ تيجي تلقى نهايته بعد لفت شهرين ينتهي، تيجي تتذوقه واذا تلقاه هو منتهي، يعني بالتذوق منتهي خلاص. فاحنا نريد جوده قبل السعر حقيقه. اكيد انا يمكن وضحت لك انه قبل قليل، انه قلت لك انه احنا كان الهدف من كل هذا يكون الجوده، ومن ثم السعر التنافسي اللي هو اقل من سعر السوق. المتابعه اليوم انه حقيقه جهود جباره، ما مقصرين كل شبابنا انه بالمتابعه، يفترون على مراكزنا كلها مراكز العراق، يتابعون المنتج تاريخ الانتهاء مالته الاكسباير، ايضا انه حتى المادة، يعني المادة هاي قبل لا ينتهي الإكسباير هل هي بعتها مادة طازجة فريش لو لا أنه تغيرت. لله الحمد أنه ما أشرنا ولا مؤشر على أنه المنتج اختلف طعمه واختلف لونه وإكسباير بعده ما منتهي. كل هذا أنه هو بفضل رعاية الله سبحانه وتعالى أولا، ومن ثم متابعة لجان المتابعة وأيضا اللجان المشرفة بالمصانع والمجازر اللي هي تابعة للعتبة العباسية المقدسة. حياك الله أستاذ نجاح، أتمنى لك التوفيق والسداد. والأخوة الموجودين هنا بكل هذه المخازن ما قصروا، بس إحنا مشوقين أكثر. تعرف شركة نور الكفيل كبيرة وبها مخازن عديدة إن شاء ماشي. الله راح نكون إحنا ذاك إن شاء الله نشوفها، والمشاهد الكريم أيضا نشوفها. حياكم الله وبقوا يعني. أحبت المشاهدين، انتقلنا إلى مخزن آخر، ولقيت أحد المسؤولين عن هذا المخزن هو المواد الجافة اللي تدخل منها اللي هي المائدة العراقية، ما تخلو عن التمن وكثير من الأمور اللي احنا نشاهدها. والمائدة مثل ما قلنا غنية، الخبزة ما ترهم إذا ما تحلى المائدة بها، وأيضا اليوم الشكر موجود هنا والعدس والحمص وكثير من الأمور كلها منتجات الكفيل. حياكم الله. أهلا وسهلا بك. الله يحفظك. الجهة اللي أنتم اليوم تسوقوا لها، يعني كثير من المواطنين اليوم أنا شفت جماعة سيارات جاي تستلم مواد عن طريق أكيد جايتكم قطوعات. فمن ساعات الصباح منين تبدي؟ من الساعة 8 صباحا سيارات وجملة. حياكم الله. العمال هنا ايش قد يشتغلون؟
هنا انا عمال كادر 10 يعني عندي 10 اللي هو انتم هسه تستخدمون المكنه الحديثه اللي اشوف رافعات, ايه رافعات يدويه ورافعات يعني سياره سياره كهربائيه وهاي. شو شوف العمل هنا هسه انا شفت اكياس مال طحين هذه جايه وشنو جوده عاليه مثلا تختلف ومميزه عن بقيه الطحين الموجود بالسوق؟ نعم مميزه عن طحين بيمن متميزه يعني بكفاءتها و يكون يعني خباز خبازيه وهسه مثلا طحين صمون هذا اختصاصا بس صمون هذا عندنا طحين هذا معجنات يعني؟ اي يعني الطحين هو بس لا لا مو صمون واحد والمعجنات واحد لا يعني اكثر لا هذا اختصاصا بس طحين صمون بس صمون هذا نعم. الطحين اختصاصه عندنا بقيه يعني مثلا الطحين الباقي لا يفرق مثلا خبوز معجنات يعني يمشي به يعني احنا نقول المواد اللي هي اللي جافه اللي عندنا مثلا اللي عندنا الحمص والعدس, الحمص والعدس والبقوليات يعني فاصوليا والماش والبرغل ناعم وخشن عندنا نعم. مثلا برغل هريسة همات كذلك اكو بيهن واللبة شنو اللبة؟ هاي يعني شون مات المرقة القيمة ما قيمة يستخدموها بيهن دنيا. هاي ما موجودة عندنا يمكن ببغداد جوزة يعني تمتازون بيها كربلاء عندنا همات هي هاي وعندنا بعد الحليب حليب المجفف كذا. وهذه كلها ضمن مواصفات انا قبل شوي سالته لاحد الاخوان استاذ نجاح قلت له ريتها هذه ضمن مواصفات المواطن من يقرا اسم الكفيل يعني بعد خلاص هذه المائده اصبحت لها ثقه بالشارع لها وزن اليوم احنا نريد كل ما زيد ابداعكم بطريقه التسويق يعني ما اريد العامل مثل يضرب الماكينه الخياطه ويخلي شيء ثاني يوم يذب المواد مالته اريد يعني كل دقه حتى ما يقولون الكفيل انه هذا شغلهم مثلا اريد دقه بكل شيء لاخر ما وصولها للمستهلك صحيح يعني اي شيء منتوج لا يتضرر ولا هاي عندنا يعني كله بدقه ينشال ويتوجه للسيارات وللزبون نتمنى لكم التوفيق طبعا مخازن كثيره احبه المشاهدين ايمن سولف انه هذه المواد الثابته ما نقدر نحكي اكثر بس احنا وياكم نروح الى مخزن اخر وحياكم الله طبعا أحبة المشاهدين انتقلنا الى مخزن اخر وهو اللحوم المجمده يعني اللحوم المجمده احنا كثير عندنا تفاصيل عليها واي اسئله ويانا استاذ علاء هو مسؤول هذا المخزن وراح نساله ونوقف هنا انا وياك استاذ علاء استاذ علاء هذا المخزن بيه لحوم مجمده وبي ايضا اسماك نعم منين تجي طريقه خزنها لان حقيقه للمشاهد الكريم دخولنا الى هذه المخازن يعني كل صعب لانه درجه الحراره منخفضه 18 تحت الصفر يمكن ما نكمل القهوة إذا إحنا جامدين وأنا قلت للمشاهد حياك الله سلام الله حفظكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد أول شيء نشرف بكم قناة الولاء حياك أهلا وسهلا بكم سلام. هنا العفو موجود عندنا الدجاج البرازيلي نعم. اللي هو الإنتاج البرازيل والدجاج التركي اللي منشأ التركي واللي مدعوم ومذبوح بإشراف العتبة العباسية المقدسة خلينا بالإشراف الإشراف حتى للمشاهد الكريم يعرف شون الإشراف هل هو موجود مندوب عندنا هناك بذيك الدولة أكثر من لو تعليمات تروح لبرقة مشرفين العفو موجودين نعم وذباحين أيضا اليذباحين نعم وتحت إشراف العتبة زين خلينا بهذا الموضوع دائما بالليبل يكتبون مذبوح على الطريقة الإسلامية مو الكفيل اغلب المنتوجات اللي موجود بالسوق فانا اريد حتى ابين للمشاهد بانه شلون مذبوح على الطريقه الاسلاميه شلون هذه الطريقه تحكي لنا انه اللجان هاي توصل مشرفه ومدربه ومهيئه من قبل العتبه العباسيه المطهره اول شيء مثل ما نعرف هو سيربس بلي يمشي معلق بيه الدجاج بلي امام قطعه جام لا لا اللجنه اللي رايحه من هنا انا اجيك اول شيء من الذباح والمشرف وين واقف واللجنه وين واقفه الذباح طبعا العراقي 100% بني مختار من قبل ذباح دجاج العلم يعني ذباح دجاج احسن ذباح الدجاج فحيوقف امامه جام بس ايديه طالعة من الجام تمر يم الدجاجه يسمي ويذبح اكثر من ذباح هذا المصدر كله ذباحين به
يعني اذا الدجاجه عبرت الذباح الاول راح يستلمها الثاني، واذا عبرت من الثاني يستلمها الثالث وهكذا. المشرفين واقفين خلف الذباح، اي ذبح بخلل بقطع الاوداج الاربعه او صار به اي خلل حسب الشريعه راسا يأشر عليها تسقط الدجاجه وتنعزل على صفها، تتلف يعني، هذه غير صالحه. هو هذا اللي ندور عليه، وهذا حقيقه المشاهد يريد ثقه. اسم الكفيل اليوم صار بالسوق الى فد وقع كبير، وخاصة اللحوم الدجاج نريد نعرف المنشأ. واني اشكرك. الاسماك، الاسماك عندنا اللي شرق تركيا، نعم، الكارب الخشن والكارب الوسط والكارب الناعم. هو سعره نفس الكار، سعره نفس اللي بالسوق، ارخص طبعا مدعوم. يعني مثلا يعني اذا يعني هسه الكرتونه كم كيلو؟ 20 كيلو غرام. 20 كيلو بلي. ايش قد يعني ايش خلي السؤال ثاني كانه انا جاي اشتري. بالنسبه للخشن يصير حجم القطعه كيلو ونص ما شاء الله فوق. الوسط كيلو ونص فما فوق، الناعم كيلو فما فوق. جيد. عدد الاسماك تختلف من كرتونه الى كرتونه، وكل الوزن 20. نعم. بالنسبه للخشن يصير قلت لك 6 قطع تقريبا او 8 قطع. الوسط يصير ب 10 قطع الى 11 قطعه. الناعم يصير من 14 قطعه الى 16 قطعه. زين استاذ، خلينا بال 20 حتى نعرف نضرب ونقسم ونطرح. ال 20 قطعه ايش قد سعرها؟ السعر مالته تقريبا كارتون. الكارتون يطلع في 48 او ب 48 ال 20 يعني تطلع القطعه بايش؟ قسمها على الكيلو. ايه الكيلو مالته تقريبا يطلع عنده 2.5 2.300. اذا فرق احنا نريد نوصل. انت اجدت يعني لخصت علي الموضوع. الكيلو ب2.5، مع العلم بالسوق هو الكيلو مالته 4.5 الى 5 الى 5000 دينار. النوعيه الان المواطن المواطن يريد هسه حاليا جماعتنا يقول الا يلبط بالماي والا تفاصيل اكثر، وهذا يفتح الزعارف مالته ويشوفها وما يستصيغ هاي الاشياء المجمده. شلون قدرت توصلون للمواطن وللمستهلك انه تقدرون يطرح الثقه بهذا المنتج؟ اول شيء هذا مثل ما تعرف جنابك، السمك شو يسوي له؟ حطوا له ماده مي دائره مدايره حتى من يتجمد يظل محافظ على سمكه كانما طازج جمل متحل، كانما السوق صايدها. مجرب يعني حتى بالشوي يرغبوا له الشوايه اكثر ما يرغبون الحي. وين يخلون المي؟ فد لحظه، هاي معلومه الي انا اريد. مي بداخلها بطن السمكه؟ زين وتنصعق. فد لحظه، هذه مو هسه المشاهد يقول ابو حمزه ليش ما قلت للاستاذ علاء؟ مو هاي تدق وزن؟ مو حيحسب وزن صافي السمكه ايش قد؟ اكو وزن الخاوط ملي على الكرتون مثبت مع الثلج هالقد وزنه، يطلع وزن الكرتون تقريبا 23 ل 24 كيلو، والوزن الصافي 20 كيلو مطروح وزن الثلج. يعني اذا كل الاشياء محسوبه. اذا هسه هذا اللي شفناه راح الكاميرا تستطلعه وراح تشوف شكو موجود، بس هذا اللي عندك انت الان اللحوم المجمده والدجاج والاسماك. عندنا فرع البرازيلي طبعا. لا احنا ما نريد نعيد، بس الدجاج لحوم اللحوم عندنا اللحم البرازيلي ايضا، الاجل البرازيلي شرح بدون عظم. اكو عندكم عظم؟ بلي، العظم هذا الغنم همين بلي. كذلك الغنم تنزاني مو برازيلي، من تنزانيا يجي. وايضا تصديركم الى كل محافظات العراق ما عندكم استثناء. مغطي العراق كله. مغطي العراق. يبارك بيك استاذ علاء ويوفقك ان شاء الله. واني شرفت بيك وحلاوة كلامك. ممنون من عندك. احبة المشاهدين عندنا انتقالة اخرى وحياكم الله.
حياكم الله من جديد أحبة المشاهدين. طبعا كثير من المفاصل شفناها بشركة نور الكفيل، وصلنا إلى تسويق والمبايعة. طبعا هي لها اختصاصات كثيرة، أنا ما أعرف تفاصيل أكثر، ويانا أستاذ كرار هو معاون هذا القسم، واليوم راح يسولف لنا أكثر ماهية هذا القسم وأهميته بشركة نور الكفيل. حياكم الله أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقسم التسويق والمبيعات اللي موجود بشركة نور الكفيل، هو مسؤول على تجهيز المواد بالنسبة لمراكز البيع المباشر والوكلاء. طبعا آلية العمل بالنسبة للقسم هي تجينا القطوعات من الوكلاء ومراكز البيع المباشر. قبل ما الوكلاء معتمدين يعني عندكم؟ نعم. اي واحد هسه ربما صديق يقول انا اليوم عندي معتمد لكم ودائما اسوق من عندكم، وفي يوم من الايام شفت واحد قال من تجي المواد؟ قلت له من هذا المنشا اللي هي شركه نور الكفيل. يجي اعتيادي لو الا سابق معرفه؟ هذا بالنسبه يعني للوكلاء والمراكز اللي نجهزهم. هذا بالنسبه الى اليه العمل مالته، يصير انه لازم يقدم كشف، يعني يقدم طلب الحصول على وكاله او مركز بيع مباشر للشركه. نعم. تطلع على لجنه معده مسبقا من قبل الشركه، تروح تكشف على المكان وعلى تفاصيله، المخازن مالته، نظافه المكان، وهواي من الامور اللي حسب الضوابط اللي احنا محدديها. طبعا استاذ انا سؤالي راودني دائما انه اتمنى انه اعرف شلون يصير الوكيل حصري. يعني عندكم ماده الصابون هذه جديده صار شهرين نزلت، هسه احنا بعد ما وصلت لنا اقرب مكان لكم بغداد، شلون يصير الوكيل الحصري؟ عن اي طريق؟ بالنسبه عندنا الوكلاء ينقسمون هم قسمين، عندنا وكيل جمله وعندنا مراكز البيع المباشر. الوكيل الحصري اللي هو احنا مطيه وكاله ضمن منطقه معينه، هذه الوكاله المعنى الحصري اللي بيها انه هذا المكان بعد ما يفتح به غير وكيل او منطل غير رئيس يعني، اي او غير مركز مباشر، هو يسوق منين بالضبط. فهاي المنطقه تصير محددة بها وكيل أو مركز بيع مباشر ضمن الضوابط اللي احنا محددينها مسبقا. حلو. البقية الشراء يعني طريقة التسديد، انتم اليوم جاكم وكيل يريد يسدد من قبلكم كإدارة ويطلع للصندوق، أو شون الطريقة؟ الآلية يجي الوكيل للقسم المبيعات والتسويق، يقول للموظف اللي مسؤول على الحاسبة كمية المبلغ اللي يريد يسددها، قيمته للمبلغ، بعدها يأخذ وصل من الحاسبة يروح للصندوق، الصندوق يحسب الفلوس اللي موجودة اللي جايبها صاحب المركز أو الوكيل. نعم. يشيك إذا مضبوطة يختم له ويرجع الوصل، النسخة تبقى عند الوكيل ونسخة عند الحسابات ونسخة يمنا هنا بالمراجعة. أكيد أكو حسابات شهرية وسنوية طبعا، أكيد موجودة، تدقيق موجود، كشوفات للوكلاء على المبالغ مالتهم والسحوبات كلها موجود، كل تفاصيله موجودة بأدق التفاصيل، هذا إن كلهن موجودات عندنا. إذا أنتم المرحلة الأخيرة اللي بهذا المشروع الكبير وهو مركز تسويق، انتم راح تبعثون الى كل الوكلاء وتقول لهم هذه حصتكم واحنا علينا ان شاء الله اكتفينا بهذا الموضوع. واني اشكرك شكرا جزيلا توصيتك لكل الاخوه خاصه الوكلاء اللي يجوكم، ما هي الخطوات اللي يتبعونها من خلال برنامج منال الكفيل؟ والله بالنسبه للوكلاء يعني الناس اللي يتعاملون ويانا كلهم طبعا يعني بيهم تزكيه، وصالهم فتره يشتغلون ويانا وملتزمين بالضوابط والشروط اللي يحطها بشركة، وإضافة لأنه يتعاملون ويا الناس مو حالهم، يعني مو مثل المحلات، يعني مو مثل بقية المحلات كأنه تاجر بس يريد يبيع وخلص، يعني أكو روح بالعملية، روح فائدة للمواطن. فد يعني شلون تقول عليها فد، يعني هاي السمات السمات الإنسانية، الشخص اللي يشتري من عندكم. نعم. همين معينة السمات الإنسانية موجودة ان شاء الله. ان شاء الله نلقى التفاصيل اكثر، السوق ننزل به ان شاء الله ونشوف النتيجه النهائيه، المواطن هو اللي راح يستفيد. هذا الاسم اسم الكفيل راح تكون علامه تجاريه مميزه، اولا بطرح الثقه وبوجودكم انتم. انا اشكرك استاذ كرار، شكرا لكل الاخوه اللي اليوم اللي زرناهم شركه نور الكفيل، اخواني اعزائي اصدقائي اللي موجودين خلف الكاميرات اللي هم اليوم تعبناهم من بدايه، من الاخوه المصورين ليث وحسن واستاذ علي اثير العفو وكل الولد الموجودين، ايضا استاذ علي كاظم اليوم تعبنا واني ما تعبت رغم بروده الجو لان دخلنا مخازن كثيره، بس طابت لنا القعده وسوالفكم ويانا وياهم حلوه كانت. وانا اشكر لكم حسن المتابعه والى لقاءات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.